تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا. تتابعونا في هذه الحلقة: ارتفاع في وتيرة الممارسات العنصرية ضد الأجانب في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. مدينة غازي عنتاب تتربع على مصاف أهم المدن العالمية التي تشتهر بأكلاتها الشهية. ومسرح عشتار في فلسطين يحتفي باليوبيل الفضي خلال مهرجان مسرح الشباب في نسخته الثالثة. في هذا التوقيت من كل عام يجتمع الآلاف من سكان وزوار مدينة لندن للاحتفال بمهرجان العيد في ساحة الطرف الأغر في قلب العاصمة البريطانية. يشكل هذا المهرجان الملتقى المثالي لكل الجاليات العربية والمسلمة وحتى الأجانب، وكذا فنانين عرب وأجانب يعرضون خبراتهم وفنهم لتشجيع التبادل الثقافي والحوار، والذي من شأنه أن يحد من التداعيات السلبية التي يواجهها المسلمون داخل بريطانيا. للسنة الحادية عشر على التوالي شهدت لندن احتفالا مركزيا في واحدة من أهم الساحات القريبة من مبنى البرلمان وأعراقها، حيث عجت بجموع غفيرة من سكان لندن المحليين والسياح من الدول الإسلامية وغير الإسلامية للاحتفال بالعيد. الأجواء سادها جو من الهدوء، خاصة في ظل الترتيبات التي وضعتها بلدية لندن إصرارا منها على إنجاح الفعالية التي تعتبر من أهم الأنشطة الثقافية الرئيسية. احساس مختلف تماما عن الواحد اتعود عليه، يعني في بلدي في مصر انا متعود مثلا بين اهلي وبين ناسي، بس هنا انت شايف طبعا ناس من كل الجنسيات، اجواء مختلفه. هي اجواء رائعه، اجواء العيد تعرفنا بكثير ثقافات، لانه هو عيد المسلمين، لكن المسلمين مش غير عرب، يعني عرب وغير عرب. من على منصه الاحتفال اللصيقه بالجماهير المحتشده أطل صادق خان عمدة لندن الجديد وسط الترحيب الجماهيري به، باعتباره أول عمدة مسلم يشارك في هذا الاحتفال السنوي. سر حب الناس للندن هو وجود ثقافات متنوعة من كافة فئات المجتمع ومن أعراق مختلفة ومن كل الديانات والمعتقدات. هناك جو من التسامح والاحترام، وسنعمل على تعزيز ذلك. إدارة المهرجان حرصت على توفير أطباق ووجبات متنوعة من ثقافات دول مختلفة، حيث اصطف الزوار ليتذوقوا الأطعمة الشهية وذات المذاق المختلف. الجو العام رائع بالتأكيد، أشعر بالفخر كون بلادي تنظم هكذا فعاليات لمشاركة أصدقاء المسلمين فرحة العيد. إنه لشعور جميل أن أشارك في هذا الاحتفال للسنة الثانية على التوالي، وأهم ما يميزه هو التنوع الثقافي. الفقرات الفنية والرقصات الفلكلورية أضفت على الاحتفالية جمالا وروعة في مشهد يجسد صورة إيجابية للتعايش السلمي في المجتمع البريطاني. ككل عام يتجدد الموعد بساحة الطرف الأغر بلندن احتفالا بالعيد، احتفال يعكس جانبا من جوانب التعايش السلمي في المجتمع البريطاني المتعدد الثقافات رغم التصويت مؤخرا على الخروج من الاتحاد الأوروبي. يوسف الحلو، التلفزيون العربي، لندن. شهدت بريطانيا في الآونة الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الممارسات العنصرية ضد الأجانب بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسجلت العديد من مراكز الشرطة المحلية شكاوى قدمها مواطنون من أصول أوروبية ومهاجرون تعرضوا لإساءات لفظية وجسدية على خلفية انتماءاتهم من قبل مجهولين الذين طالبوهم بمغادرة البلاد. مفادنا زاهر عمرين زار المركز الاجتماعي البولندي في لندن الذي شهد إحدى هذه الانتهاكات، وعاد لنا بالتقرير التالي. بالكاد يتمكن الزائر من رؤية وجوه موظفي الاستقبال هنا، فالورود وبطاقات التضامن خيمت على المكان حاجبة آثار الحادثة التي شهدها المركز الثقافي الاجتماعي البولندي. فبعد أيام من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، استفاق موظفو المركز على عبارات لا ترحب بهم كتبت على واجهة هذا المبنى. في صباح الأحد اكتشفنا أنه كتب على واجهة بناء المركز عبارة وقحة تخبرنا أننا يجب أن نغادر. لم يحصل هذا من قبل هنا، وقد يكون نتيجة التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
حادثة المركز البولندي هذه تبعتها سلسلة حوادث ضد المهاجرين في أماكن متفرقة في بريطانيا. ففي مدينة كامبريدج أرسلت بطاقات إلى عناوين المهاجرين البريدية، جاء فيها: غادرنا الاتحاد الأوروبي، لا مزيد من الكائنات البولندية الضارة. هذه الهجمات دفعت جمعيات وناشطين إلى تدشين حملات تضامن مع المهاجرين، وبات المركز الثقافي البولندي في لندن محجا للسياسيين والمسؤولين الراغبين بإظهار دعمهم. هذا الاعتداء هو اعتداء على القيم البريطانية، وأود أن أقول بالنيابة عن جميع البريطانيين هذا أمر لن نتسامح معه. نحن فخورون بالتنوع الذي نمتلكه هنا، والبولنديون وغيرهم من المهاجرين مرحبا بهم، هم جزء منا ومن هويتنا المتنوعة. رغم هذا التضامن لا زالت التقارير تتوارد عن اعتداءات ضد المهاجرين تصفها السلطات المحلية بالفردية دون أن تقلل من خطورتها على نسيج المجتمع البريطاني المتنوع. لم يعد هنالك أثر للعبارات المسيئة التي كتبت فوق هذه الجدران، لكن جراحا أخرى لا زالت تترك أثرها على وجه مدينة طالما شكل اللاجئون والمهاجرون عصبها الرئيسي. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن. يتميز المطبخ التركي بتنوعه وغناه، حيث تتبارى المطاعم في إعداد مختلف أنواع الأطعمة التي تجذب المشترين الأتراك والسياح على حد سواء. إلا أن ذلك كله لا يضاهي مطبخ ولاية غازي عنتاب الذي اختارته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو كأفضل مطبخ تراثي لهذا العام، وحصل على المرتبة الأولى من بين 47 مطبخا يمثلون 33 دولة. أكولات مدينة غازي عنتاب جعلت المدينة تتربع على مصاف أهم المدن العالمية التي تشتهر بأكلتها الشهية. نتابع. عندما تذكر مدينة غازي عنتاب لا يخطر على بال المرء سوى مطبخها الشعبي بمأكولاته الشهية وأطباقه المتعددة. مأكولات وأطباق جعلت غازي عنتاب تتربع على عرش المطبخ التركي. تشتهر غازي عنتاب بالمشاوي والكباب، ومطبخنا هو الأول على مستوى تركيا وواحد من أفضل مطابخ العالم. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اختارت مدينة غازي عنتاب كصاحبة أفضل مطبخ تراثي في العالم لعام 2015 لتتربع على مصاف أهم المدن العالمية في مجال المأكولات الشعبية. تشتهر تركيا عموما بمطبخها الشعبي، ولكن لمأكولات هذه المدينة مذاقها الخاص، الأمر الذي جعلها رائدة في مجال اللحوم والمشاوي وقبلة لكل عشاق المطبخ التركي وما تسخر به من أطباق. وتعرف غازي عنتاب أيضا بحلوياتها المتنوعة، وعلى رأسها البقلاوة التركية التي باتت تصدر إلى أماكن مختلفة حول العالم، إضافة إلى حفاظها على مأكولات خاصة بثقافات متعددة تعاقبت على هذه المدينة. مطبخ غازي عنتاب هو نتاج الحضارات والثقافات التي تعاقبت على هذه المنطقة، لذلك هي غنية جدا بأكلاتها المتعددة، وقد تم تسجيل مطبخنا على قائمة التراث العالمي. طباخون من جنسيات متعددة يقومون بزيارة هذه المدينة لتعلم فنون الطبخ ونقلها إلى بلدانهم بعد أن باتت مأكولاتها تلقى رواجا عالميا. عدنان الظاهر، التلفزيون العربي، من مدينة غازي عنتاب التركية. صندوق الدنيا متواصل معكم وتتابعون فيه بعد الفاصل. النساء السوريات في شان أورفا يتحدين قيود المجتمع ويتعلمن حرفة النجارة. ومهرجان قرطاج الدولي في تونس يحتفي بالفن العربي والأجنبي في نسخته 52. أهلا بكم من جديد. منذ قديم الزمن اعتاد المجتمع السوري على رؤية الرجال في مهنة النجارة، لكن وبعد اندلاع الأزمة السورية اضطرت الكثير من النسوة السوريات إلى اللجوء إلى دول الجوار، إلا أن ذلك لم يمنع بعضهم في مخيم حران بشان لأورفا من تحدي قيود مجتمعهن والدخول في ورشة لتعلم نجارة وصناعة الدمى والألعاب الخشبية. وتصر الفتيات على العمل والحفاظ على سير إنتاج الدمى
لافتتاح معرض للألعاب الخشبية دعما لأطفال اللاجئين السوريين. أحمد غنام زار الورشة وعاد لنا بالتقرير التالي. حياة اللجوء تختلف عما قبلها، الأوضاع المادية الصعبة وغلاء المعيشة في بلد لا بيت لك فيه ولا عمل أجبر بعض النساء السوريات على أن يمتهن مهن الرجال. رجاء وآلاء رغبة منهن في تحمل المسؤوليات الصعبة وعدم الاكتفاء بانتظار يوم العودة إلى بيوتهن، قررنا الخوض في صناعة الدمى الخشبية وسط صخب آلات النشر وبين القطع الحادة. في كتير يعني اعترضوا قالوا لي إنه خشب بعد ما أجينا لهون إجوا معنا يعني كتير أجينا لهون قال هاي الشغلة ما هي شغلتنا يعني احتمال نحن نرجع لسوريا. قلت لهم يعني نحن هلأ عايشين بتركيا ما نحن عايشين بسوريا، خلينا نعيش هلأ، نحن خلينا نعيش للمستقبل. في خطوة من إدارة قاء مقام مدينة حران بشان لأرفة تم السماح للراغبات من اللاجئات بالخروج من المخيم لمزاولة أعمالهن بشكل يومي. يعمل في ورشة النجارة هذه قرابة 7 فتيات يعكفن بشكل يومي على صناعة الألعاب والدمى من أجل عرضهن في معرض للمصنوعات اليدوية يعود ريعه لدعم العائلات والأطفال. في الحقيقة أن الفتيات السوريات صاحبات موهبة، وساعدني على تعليمهن أنهن يمتلكن الصبر والعزيمة، لم يتغيبن طيلة الأشهر الماضية عن العمل. لا أقبل أن تكون هذه المهنة حكرا على الرجال. أعتقد أن النساء أكثر نجاحا من الرجال في صناعة الألعاب والدمى حتى وإن كانت خشبية. الثمن الأغلى هو الذي دفعته المرأة السورية خلال الثورة لتجد نفسها إما معتقلة في سجون النظام أو أرملة أو ثكلة أو بلا بيت تحتمي به مع أطفالها، وكان عليها مواجهة قسوة الحياة بأيديها الناعمة. دخول سوق العمل التركي مطلب وضرورة بالنسبة للسيدات السوريات، حرفة النجارة وحرف يدوية أخرى هي سبيل هؤلاء في إثبات الذات وتحقيق نوع من الاستقلال المادي لهن ولعائلتهن في ديار اللجوء. أحمد غنام، التلفزيون العربي، من مدينة حران على الحدود التركية السورية. إلى فلسطين الآن، حيث يحتفي مسرح عشتار في عامه 25 باليوبيل الفضي خلال مهرجان عشتار الدولي لمسرح الشباب بنسخته الثالثة. يعد المهرجان مشروع تخرج طلبة السنة الرابعة من برنامج نوادي المسرح، وتتخلله العديد من الورشات والعروض المسرحية. يلا نغيرها العدسة هو عنوان المهرجان الذي اختاره الخريجون ليعالج القضايا المتعددة في المجتمع ورؤية الشباب لها من وجهات نظرهم المختلفة. نتابع. لسنين طويلة ظل المسرح على هامش الحياة والشعب يا جماعة أنتم سكرين باب القهوة. يلا نغيرها العدسة، هذا هو العنوان الذي تم اختياره لانطلاقة مهرجان عشتار الدولي في نسخته الثالثة. واحتفل مسرح عشتار في مدينة رام الله باليوبيل الفضي لإقامته متخذا من المحكمة العثمانية مكانا لانطلاقته، ومن مسرحية المهرج للكاتب الساخر السوري محمد المغوط مقولة لفعاليته المستوحاة من أمل الشباب المسرحي بتصوير الحياة في فلسطين ومعالجة القضايا المختلفة من وجهة نظرهم. لقد حاول خريجو المسرح عبر نشاطاتهم محاكاة حياة الشعوب العربية عامة وفلسطين تحت الاحتلال بطريقة ساخرة. مسرح عشتار من أهم أهدافه هو الحفاظ على الحراك المسرحي في داخل فلسطين، رغم أنه المسرح الفلسطيني له وجود على الساحة الدولية وسمعة مرات أكثر بكثير حتى من سمعته المحلية بفلسطين. يافا، حيفا، قصص فلسطينية تجسدها المسرحيات على الخشبة، فالواقع الفلسطيني الذي فرضه الاحتلال في الأغوار والمناطق المحاذية للجدار والتي تحيطها المستوطنات تحضر خلال المهرجان من خلال عروض مختلفة. أكيد نفتقر للدعم ونفتقر لكثير من الأشياء اللي هي مش موجودة خارج، يعني زي ما هي موجودة خارج وطننا، بس القصة إنه إحنا بنحاول إنه بالأشياء البسيطة والأشياء الصغيرة بنحاول إنه ننتج مسرح، ومسرح يكون مسرح محترف ومسرح يكون جيد والناس كمان تقدر تستقبله. القائمين عليها
طبعا أنا دخلت عشتار كهاوية في المسرح، كانت عندي هواية التمثيل. من أول ما دخلت عشتار وبدأت تتطور عندي هاي الهواية، كسرت الحواجز بيني وبين المسرح وبيني وبين الجمهور، صارت عندي ثقة بالنفس أكتر. وأنا كتير فخورة أني أنا من الفلسطينيين القلال اللي خاضوا هاي التجربة اللي كتير مفيدة وبتساعد الإنسان وبتطورني كشخص مش بس كموهبة. تتواصل عروض المهرجان الستة حتى 19 من الشهر الجاري، وتتوزع مسرحياته وعروضه المحلية والدولية في محافظات الضفة الغربية. أما قطاع غزة فهو حاضر ضمن مسرحية مونولوجات غزة التي تروي شهادات أطفال غزة ممن عايشوا الحرب على القطاع عام 2009. تتنوع مسرحيات مهرجان عشتار الدولي في نسخته الثالثة وتقارب قصصا تروي الواقع في فلسطين تحت الاحتلال، كما ويسعى المهرجان إلى أن يجعل لاسمه أياما ثابتة في الرزنامة الثقافية لدعم المسرح الفلسطيني وإغنائه. يارا العملي، التلفزيون العربي، رام الله. الختام من تونس، حيث يحتفي مهرجان قرطاج الدولي أحد أعرق الاحتفالات الفنية العربية في دورته 52 بالموسيقى العربية، ويحيي أبرز نجوم الغناء في العالم العربي أغلب سهراته التي انطلقت قبل يومين. وتعمل السلطات التونسية على مواصلة النجاحات التي حققها مهرجان قرطاج في دوراته السابقة، وذلك عبر الاستمرارية بالمحافظة على تميزه. نتابع. بأنغام سمفونية حية رفع النشيد الرسمي التونسي إذانا بانطلاق فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، مهرجان افتتح عروضه على وقع مقطوعات تونسية أوكرانية قدمها عشرات العازفين. نحمل فكرة، الفكرة هي لنغني للحياة الأولى والثانية كلنا توانسة، بمعنى أن كل ما يمكن أن يبعد ما بيناتنا يفرق ما بيناتنا يمكن أن للثقافة والفن والخيال والجمال أنه يجمع، يعني يجمع الشتات ويجمع الناس اللي ربما لأسباب معينة تجم فرقهم مثلا سياسة. أوتار الكمان والتشيلو وأصوات الفيولا رسمت بتناسقها مشهدا فنيا حرك سواكن 5000 شخص توافدوا لمتابعة المهرجان. بالتوازي مع ذلك ثمة عروض مباشرة في بعض الجهات الفقيرة قز تقاسم الفرحة وأرساء ما يعرف باللامركزية الثقافية. هذا توجه عام للحكومة وللدولة التونسية أن ننتهي من أنه كل شيء يصير في المركز، أن تكون الجهة هي نفسها بورتوز دو بروجي على المستوى الثقافي. في الجهات عندنا إمكانات كبيرة على المستوى الكفاءات البشرية، معناتها لي ريسورس هومان وإلا تجارب فريدة من نوعها لازمنا نخدموا عليهم. هنا في هذا المسرح الأثري الروماني تحاكي هذه المعزوفات تلاقح الثقافات على اختلافها. أما خارجه ففتح المهرجان أبوابه لبعض الشبان للتعريف بالفنون التشكيلية والموروث الفني القديم على غرار موسيقى اسطنبولي. أنا كتونسية كفنانة تونسية معناتها ما عليا كان نقتحم بألواني معناتها الفضاء ونتفاعل مع الآخرين، ولا الوحي ولا الانسبيراسيون هما الناس والاجواء هما اللي يعاونوك معناتها باش تنجم تخدم اون فيت، باش تنجم تعاون، باش تنجم تعمل حاجه معناتها، باش تنجم تفرح الاخر. يسارع مهرجان قرطاج من اجل الحفاظ على علاقته التاريخيه في ظل منافسه شديده من طرف بعض المهرجانات العربيه كمهرجان موازين المغربي، وسط خشية من إمكانية هيمنة الجانب التجاري عليه من خلال غلاء أسعار التذاكر. يراهن القائمون على مهرجان قرطاج الدولي في نسخته 52 على التصالح مع الجمهور والفنانين، دورة تشهد عودة قوية لنجوم الفن العربي مع فسح المجال للمبدعين التونسيين في محاولة لاستعادة مجد المهرجان كما كان في السابق. وسام الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صندوق الدنيا. لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى ذلكم الحين، في أمان الله.